المعرض تاع العسل هو فيه 17 معرض، 17 معرض اللي جاونا من كل الولايات، يعني عندنا 6 من عنابه و11 من خارج الولايه. جاونا من تبسه، جاونا من مسيله، جاونا من تيبازا، جاونا من البويره، جاونا من يعني من كل الولايات. بالنسبه لينا حنايا في الطبعه هذه السادسه ان شاء الله راح يكون موفقين هذو من الناس، وراح يكون الاسعار يعني في متناول الجميع. ماذا بهم هما جاو لهنايا على الاقل باش يبيعوا المنتوج تاعهم، المنتوج تاعهم راهو قاعدين نشوفوا فيه يعني منتوج لاباس به. يعني هدف عرض المنتوج وتسويق المنتوج يعني باش الاستمراريه، يعني لابد من المعارض باش يكون استمراريه، ولابد بالتعريف المنتوج الوطني المحلي لولايه عنابه. راهو عجبني هذا المعرض تاع العسل هذا، وراهم جاو من انحاء كل ولايات لهنا، والاسعار راهي معقوله هنا منخفضه. فيه العديد من المنتوجات اللي تعالج العديد من الامراض واللي يحتاجها الانسان، كون العسل يعني ماده ضروريه تعالج بزاف الامراض. وعودنا يعني هذا المعرض يعني في كل عام متواجد هنا في منطقه عنابه وبالضبط في الكور.